زي ما قلت لكم الوضع في المغرب وضع رائع جدا، وضع مهيئ جدا ان الاهلي ان شاء الله يعمل اداء محترم وكبير ومسيره رائعه، مسانده واضحه جدا من الجماهير المغربيه، مسانده مشرفه جدا. معنا عبر الهاتف الان معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، يطمنا على الاوضاع هناك بعد الانتصار الكبير للنادي الاهلي اليوم على اوكلاند سيتي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اخبار مبروك عشان النادي الاهلي. الله يبارك فيك وكل الناس، كل الناس، وانا اقول لك حاجه في الكواليس، كل الناس اللي موجوده دلوقتي في المغرب سواء جماهير او اعلاميين او حتى بعثه النادي الاهلي دائما تتحدث عن المساعده والمعاونه دائما اللي حضرتك بتقدمها. لا ده واجبنا يا فندم، واجبنا. ويعني النادي الاهلي بالكره المصريه هي سفير لمصر في الخارج، فده شرف لينا ان احنا نقدم كل المساعده وكل الخدمه اللي انت بنقدمها. الوضع بقى بالنسبه للنادي الاهلي في المغرب حاليا، الوضع مستقر، الوضع جيد، زي ما قلت لك الكلام اللي بيجي لنا من هناك ان الوضع محترم جدا ووضع يعني ميسر، انه الاهلي ان شاء الله يعيش فتره جيده جدا في المغرب خلال البطوله. طمنا على الوضع هناك يا فندم. لا الوضع ممتاز، يعني حضرتك النهارده بدون مبالغه الاهلي كان بيلعب على ملعبه وسط جمهور. الله. يعني حضرتك 60,000 مشجع كانوا بيشجعوا النادي الاهلي. عظيم. بجانب جماهير جايه من مصر، بجانب الجاليه المصريه الجميله اللي موجوده. كان يوم جميل جميل، مش بس نتيجه ولكن كمان يعني شعور ومشاعر ومحبه، ويعني بصراحه كان يوم رائع يعني. الله. طيب بالنسبه للمصريين اللي جم من مصر للمغرب او الجاليه المصريه اللي موجوده في المغرب، العدد تقريبا من ال 60,000 ده كان حوالي قد ايه؟ لا كان في، يعني اقدر اقول لك كان في مئات من المصريين موجودين. هي. واغاني ويعني تشجيع اهلاوي اصيل، حاجه كانت تفرق بصراحه النهارده يعني. هايل هايل. واعتقد ان الفريق لمس كده، وده اللي ادى حماسه للفريق، حس انه في الجماهير كلها وراه. ممتاز جدا. عمليه دخول بقى الجماهير المصريه اللي موجوده من مصر، هل في عدد اخر جاي من مصر؟ هل حضرتك عندك معلومات ان في عدد اخر من الجماهير جاي من مصر خلال المباراه القادمه للنادي الاهلي امام سياتل، ولا نفس العدد اللي وصل هو؟ لا لسه ما عنديش معلومات في الموضوع ده يا فندم، بس يعني اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ان احنا نقدر نحشد الجاليه اكتر واكتر عشان الاعداد تزيد ان شاء الله في الماتش اللي جاي. هايل. معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واشكرك جدا كمان على المعاونه والمساعده اللي بتجينا من كل المصريين او جماهير النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي اللي موجوده حاليا في المغرب. الجميع يتحدث عن معاونه كبيره من معالي السفير للجاليه المصريه اللي مسافره او اللي موجوده حتى في المغرب، شيء رائع جدا كعاده يعني سفرانا المصريين في الخارج. طيب